أهلا بكم في برنامج الأيادة. من فترة اتعرض مسلسل بيناقش قضية مهمة قوي يمكن معظمنا مش واخد باله، بتتناول الأطفال المصابة باضطرابات في الأكل، واللي هنعرف يعني إيه بعد شوية اضطرابات الأكل. المسلسل ناقش قصة طفلة اتعرضت للتنمر الشديد بسبب وزنها الزايد، وقد إيه كرهت جسمها وشكلها لدرجة إنها لما كبرت كانت بتاكل وبعدين تتعمد إنها تذهب وتتقيأ، يعني ترجع الأكل كله عشان تحافظ على جسمها، وده مرض نفسي معروف جدا الدكتور هيحكي لنا عليه. وهنا عندنا مشكلتين يواجهها الطفل اللي بيعاني من الوزن الزايد والمشاكل الصعبة اللي هتواجهه والتنمر اللي هيقابله في المدرسة، مش بس السمان، لا ده كمان لو نحيف قوي. التنمر ده يا جماعة مؤثر على الأطفال بشكل فظيع جدا. أنا لسه حفيدتي كانت بتعيط من كام يوم عشان زمايلها تنمروا عليها في المدرسة، تنمروا، هي لا تخينة ولا رفيعة ولا أي حاجة عشان لابسة نظارة، فتنمروا عليها. احنا النهاردة بيشرفنا وينورنا دكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي بجامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. تحياتي يا ليلى هاني وكل السادة المتابعين، يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلام. ربنا يخليك، ربنا يخليك. احنا قبل ما ابتدينا على الهواء قلنا ان اغلب الناس مش فاهمة ان اضطرابات الاكل اضطرابات سيكولوجية نفسية وليست عضوية. ده حقيقي. احكي لنا بقى. طيب، بداية الإنسان هو مجموعة الأفكار والمشاعر اللي دايرة بيه طول اليوم، مش بس كده، على حسب الدراسات وتشخيص الجمعية الأمريكية لعلم النفس والDMC5 آخر تشخيص ليها، ده دليل إحصائي يعني، فبتقول إن محصلة أفكارك أنت طول اليوم أكتر من 30 كلمة أنت بتقولها لنفسك. خلاص 30 ألف كلمة أنت بتقولها لنفسك، دول لو كان المحصلة دي لأفكار سلبية فبالتالي ينتج عنها مشاعر سلبية، هتخلي عندك حالة من القلق أو الخوف أو عدم الرغبة في الحياة أو الإحباط الدائم أو حتى الاستياء من الآخرين. طيب لو قلنا بس 10,000 كلمة مستائين عن شكلك أنت، عن قبولك لنفسك، عن قبولك لجسمك، عن قبولك لحياتك عموما، فده كفيل ان يخلي عندنا حاجه زي ما انت اشرتي، حاجه اسمها الامراض السايكوسوماتيك، زي الامراض المعده عموما، ناخد منها القولون العصبي، وده منتشر جدا جدا جدا. القلق، وخاصه ان القلق بيه موجود عند الاطفال، فهو قلقه من حته الاخرين شايفيني ازاي، انا هل انا مقبول عند الاخرين؟ مش بس كده، هو انا ابتداء بابا وماما قابليني، ولا عشان ماما وبابا طول الوقت بيقارنوني بقرايبي، بيقارنوني بصاحبي اللي اشطر مني، بيقارنوني بحد جاب الفول مارك، بيقارنوني او متوقعين مني ان انا دايما اجيب الفول مارك. صحيح، فده بيخليه طول الوقت هو في ستريس، وده اللي هنا اللي بيخليه طول الوقت هو انا شايف نفسي غلط ليه، هو انا ثقتي في نفسي مهزوزه ليه. مش بس بيكلم نفسه، حتى لو صغار السن بيكلموا نفسهم بهذه الطريقة، بيكلموا نفسهم بهذه الطريقة، وبناخد بالنا انه بيحصل عنده بقى اضطرابات الاكل. اضطرابات الاكل دي منتشرة جدا، يا اما حاجة بنسميها شراهة الاكل، تمام، ومش بس كده، في بعد شراهة الاكل دي بتيجي له درجة اللي هو التقيؤ، زي ما انت اشرتي ان هو يحط صباعه في بقه، يحاول ياخد، كمان ممكن ياخد ملين، ده دي الناس الكبيرة في السن اللي بيسموها البوليميا، مش البوليميا كدا؟ ده حقيقي. في ناس تانية بقى الصغيرين في السن بقى اضطرابات الأكل عندهم عادات وسلوكات الأكل غير صحيحة. كتير جدا من الناس زي ما انت أشرتي بيروح لدكتور وأساتذتنا في أساتذة المعدة أو الجهاز الهضمي، فده مشكلة، هو انت رايح هو أستاذنا وحد متميز جدا، بس لو كان في مشاكل عضوية في المعدة ساعتها هنروح له. وانس ان المشكلة موضوع سايكولوجي، وانس ان الموضوع سلوكي، ما ينفعش اقول له وقف اكل، او ما ينفعش اقول له اختار اكلك، لان الموضوع بيحتاج برنامج تاهيلي كامل علشان يكون عنده ويختار العادات الصحيحه للاكل، يختار الممارسات الصحيحه للاكل، ابتداء يفهم نفسه، هو انا شايف نفسي صح؟ صوره جسمي عجباني، ولا انا شايف صوره جسمي انا بعيون والدي اللي طول الوقت بينتقدني، بعيون اصدقائي زي ما انت اشرتي بينتقدوني طول الوقت او بيتنمروا عليا، او اني انا
طول الوقت مثلا شريكي في الحياة ما تخس شوية أو نزل وزنك، أنت لو نزلت وزنك هيحصل كذا، طول الوقت الآخرين متحكمين حتى في طبيعة الجسم بتاعه، فهنا هو بيضطر ياخد قرار ناتج عن الأفكار اللي واخدها طول الوقت إني أنا عايز أغير. طب قدرة التغيير عندي قوية، إرادة التغيير عندي قوية، وممكن يكون هو قابل نفسه، هو لو قابل نفسه زي ما هو بشكله كده وصلنا للمحطة السليمة. لكن للأسف للأسف طول الوقت احنا بنشوف نفسنا وشخصيتنا وأفكارنا وكلامنا مع نفسنا بعيون الآخرين، وللأسف الآخرين ما عندهمش النظر السليم اللي بيحكموا بيه. لو ما عندهمش رحمة كمان، أو ما عندهمش رحمة زي ما قلتي. أعتقد احنا من أكتر الشعوب اللي بتعوض النقص العاطفي بالأكل. ده حقيقي مش كده؟ صحيح. يعني اللي هو ايه، أول ما اتضايق أروح التلاجة أفتحها أبتدي اللي بيسموه بنج إيتينج، يعني بس برمي حاجات جوه البلاعة، لا مستطعمة أكل ولا عايزة حاجة معينة نفسي فيها ولا أي حاجة، ولا حتى الأصناف متركبة على بعض، ولا متركبة على بعض، وبعد كده يجي لي عسر هضم وأتعب ومش عارفة إيه. طيب هسأل حياتك، هل في سبب وراثي لاضطرابات الطعام؟ طيب احتمال يكون في سبب وراثي، هما احنا كلنا في مجالات الطب المختلفة في كل التخصصات يعني قالوا ان احتمال يكون في بعض الأمراض النفسية وراثية، ان بما ان الأكل عادة واحنا شفنا اللي قبلينا بياكلوا ازاي او بنقلد شعوب تانية، وبعد انتشار موضة السوشيال ميديا والناس اللي بتعمل أكل والناس اللي بتركب الأكل تركيبات مختلفة وبتحط سويت أند ساور مع بعضه وهوت أند يعني حاجات كده تركيبات مختلفة شوية في الأكل، فاحنا حابين نعيش التجربة، أكيد هي ممتعة لكن هي ممكن ما تكونش ممتعة خاص. فالأكل هو عادات أكتر من كونه مجال وراثي أكتر يعني. قد يكون في الجزء الوراثي، بس الجزء الوراثي في ناحية الميل العام، يعني مجتمعات تميل للأكل الحار شوية، تميل للأكل المسبك شوية، تميل للأكل الدهني شوية، فهي ميل للعموم مش ميل للخصوص. لكن اللي بيحصل في المجتمعات العربية هي عادات أكتر من كونها إن هي جينات، يعني هو شاف والده بياكله ازاي، شاف والدته بتختار الاكل ازاي، طريقه التأفف اللي بتحصل من الوالدين، طريقه غضب الاب ان هو كل يوم مثلا كلمه مكرونه وبانيه، فهو يبدا الطفل نفسه يقتبس او يتقمص دور الاب فيبدا يعترض على هذه النوعيات الاكلات، او حتى كمان عايز يعمل نفسه شخصيه طفل فيبدا يعترض على الاكل لمجرد ان اعتراض على الاكل بيخلي الاخر يغير نوعيه الاكل، او ان انا بتتسمع رغباتي وبيتسمع صوتي او بيتحقق كلمتي لما بطلب ان الاكل ده مش عاجبني وعايز اكل غيره، او ان انا بيسمعوني وقت ما انا بحتاج ان انا باكل نوع معين من الاكل فبيلبوا لي هذه الاحتياجات. وتيجي هنا حاجة مهمة جدا يا ليلى هانم، الحوار. الحوار من أفضل الحاجات اللي بنعدل بيها سلوكياتنا، مش بس كده بنعدل بيها المزاج بتاعنا. لكل أب وأم دلوقتي حتة مهمة جدا عايز أقولها دلوقتي، ابنك مش زي ما أنت عايز، أنت عايز ابنك سمارت وذكي ومتفوق، لا ابنك زي ما أنت عايش. طريقة اختيارك للأكل، طريقة تنظيم الأكل نفسه، كل الحاجات دي مهمة جدا تاخد بالك منها وانت قاعد مع أولادك. مش بس كده، أوقات الأكل دي حتة مهمة جدا، لازم نجتمع على نوع معين من وقت. فكرة يمكن احنا معصرين ان الوقت المقدس للأكل ده وقت مهم جدا بنجتمع عليه، أكم من مشكلة اجتماعية أو نفسية اتحلت على مائدة الطعام، أكم من سلوكيات عفوية تربوية. في عاداتنا الجديدة ما بقتش الأسرة تجتمع على المائدة زي زمان. صحيح. بكل أسف يعني، هو يمكن رمضان اللي بيجمعنا على سفرة واحدة، وعادة بتبقى فيها ناس خارج الأسرة يعني هنعرف. فمش هنعرف نناقش المشاكل. طب ما زي ما انت قلت يا ليلى هاني، من دي برضو عادة مش كويسة، عادة مش صحية للأسف، دي عادة مش صحية. نوع الحياة دلوقتي بقى مختلف، بقى كل واحد بيجي، ده غير اعتماد الأطفال بالذات على مع بكل أسف تشجيع الأهالي يعني على الأكل التيك أواي يعني. صحيح. صحيح. يعني أغلب الأطفال النهاردة بيحبوا أنه يطلبوا ديليفري عن ما يأكلوا من أكل البيت، فالأمهات يعني محتاسة اليومين دول، محتاسين. طيب
لكل اب بتسمعني دلوقتي وكل ام، خلينا واخدين بالنا من حاجه مهمه جدا، اني او اولادنا وهم بيشوفونا بياكلوا ده امر مهم جدا، واحنا بناكل معاهم وبنختار نوعيه الاكل وبيقبلوا الاكل بتاعنا معناها ان هو بيقبل نفسه. دي مؤشر مهم جدا في قبول الذات وعدم قبول الذات. ابنك اللي الاكل اللي موجود في البيت بيبدا ياكله، ده مؤشر لقبول ذاته، ده مؤشر ان هو قابل نفسه زي ما هو، ده مؤشر ان عنده صحه نفسيه كويسه جدا. طيب ابنك اللي بيعترض كتير جدا جدا على نوعيه الاكل الموجوده، والاكل موجود بوفره ومتنوع، فبيعترض على اكل البيت بالتحديد، فدي رساله ضمنيه بيوجهها سيكولوجيا للام، ان زي ما انت بتنتقديني في ان انا مش بذاكر كويس، في ان انا بقعد مع بره مثلا، او ان انا بردها لك في ايه؟ في الاكل ده مش عاجبني بالظبط. فهو دي مؤشر ناخد بالنا جدا منه، علشان حتى ده بيكون عرضه للتنمر، عرضه للسخريه من زمايله، لان هنا من الواضح ان احنا بنتكلم عن طفل شخصيته مهزوزه، ثقته بنفسه مهزوزه، فبيكون عنده نوع من الهشاشه النفسيه. الهشاشه النفسيه وضعف المناعه النفسيه هم عرضه لان يكون الشخص ده قابل للتنمر، هم عرضه ان الشخص ده ممكن يكون عنده الاضطرابات اللي بنتكلم عنها، اضطرابات الاكل. طب امتى اعرف ان طفلي مصاب بيه؟ وهل مثلا اتعامل معاه ازاي؟ اعمل له دايت ولا الدايت هيأذيه؟ يعني ازاي اروح اتعامل مع الموضوع؟ اعرفه الاول ازاي وبعدين اتعامل معاه ازاي؟ طيب خلينا نحط مؤشر ان احنا نبدا من اول من اول النهارده، واحنا قاعدين مع ليلى هانم 21 يوم جايين، لاحظي وراقبي، بس ملاحظه ومراقبه، تراقبي نوعيه ابنك في الاكل، بياكل ايه مع ايه، خلاص؟ وهل الاكل ده متوافق مع نفسه؟ طب فيهم كم مره اكل من البيت، ولا كله اكل بره وكله حاجات مسبقه الصنع وحاجات سلعه التحضير؟ فهراقب جدا جدا نوعيه الاكل اللي بياكله، تمام؟ هل في ادويه بياخدها او اللي مفيش ادويه بياخدها، تمام؟ في عسر هضم او في تلبك معوي، او في دايما بلاقي قيء كتير جدا جدا، هو ممكن حتى ملاحظه القيء دي دايما هما بيلاحظوها بدل، فبشكل ان هو عنده برد او عنده مشاكل معده او معدته قلبه عليه زي ما بنقول احنا بالظبط كده. فاحنا بنراقب جدا الجزئيه دي. طيب الاهم جدا خلال 21 يوم لو لقينا ان هو يا اما بياكل بزياده جدا جدا وكميات كتيره جدا واكل غير متجانس مع بعضه، فمن الواضح ان هو عنده نوع من انواع اضطرابات الطعام النفسي. طيب قاطع الاكل تماما ومنعزل الاكل تماما وعزلنا احنا، مش بيقعد معانا كتير، مش بيضحك، مش بيهزر، الحاجات اللي كانت بتبسطه وبتخليه بيهزر ومبسوط مش بيعملها، ما بيروحش المدرسه، او ان هو رافض انه يروح المدرسه، او حتى لما بيروح المدرسه بيروح وهو بيتالم، نوع من الالم، وان هو زعلان ومتضايق ويبقى مبسوط لما بيرجع، ولما بيرجع بيدخل اوضته ما بيحبش يشاركنا، عنده تراجع في عمليه الدراسه نفسها. خلال مراقبتنا لمده 21 يوم هنقول ان احتمال كبير جدا بنسبه 90% ان هذا الطفل عنده اضطرابات الطعام، يا اما الشراهه المفرطه او ان هو عدم الرغبه في الطعام. طيب بنسال بقى ونراجع احنا سلوكياتنا، انا كاب وام، معلم او معلمه، المهتمين بعمليه الطفل نفسه في التنشئه الاجتماعيه، هل انا بقارن الطفل ده؟ ونوعيه المقارنه شكلها عامل ازاي؟ طيب هل انا بنتقده طول الوقت وبزمه، شكلك وجسمك وجسمك اتكعبر، والحاجات اللي بيقولوها الاباء والامهات ممكن من غير ما يقصدوا بالهم، بس دي بتاثر على الطفل، حتى لو بتقول لي انا بقالي سنين كتير جدا جدا بقولها له، هو بس الحاله المزاجيه بتختلف، ممكن كل مره انت كنت بتعمل شوتينج بس بيجي غلط، ما كانش بيجي في نفسيه الطفل، في وقت ما في حاله مزاجيه ما انت رميت شوتينج كلمه جت فيه اصابته، فخد بالك جدا من نوعيه، انا دايما بقول له الكلمه دي، اشمعنى المره دي؟ ما هو المره دي حصلت اصابه نفسيه عنده، فبالتالي او يمكن سكت فوت المره الاولى والثانيه والثالثه بس دي جرح. صحيح. بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا، والموضوع ده متصورش مؤثر في حياه اطفال كتير قد ايه. اشكرك جدا على وقتك استاذ الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتاهيل النفسي بجامعه عين شمس، وان شاء الله لينا لقاءات تانيه متكرره، عشان النفسية محتاجة بصراحة، نفسية الصغيرين والكبار. تحياتي ليلى هاني، سعيد ان انا معاكي في البرنامج الرائع ده، ودايما بتوفيق ونجاح انت وكل متابعينك. اشكرك يا فندم، اشكرك جدا.
وكده بنوصل لنهاية فقرتنا دي، وهناخد فاصل ونرجع لكم بفقرة تانية. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج العياده في كل مكان. فقره جديده وجميله ومفيده لكل بنت وسيده، ويمكن كمان لكل راجل. طبيعي انه الشعر الى حد ما ممكن التساقط بتاعه يكون متوقع، يعني تساقط الشعر من الدوره الطبيعيه للشعرايه. ممكن الاقي شويه شعر في الفرشه، شويه شعر في البانيو، ولكن ماذا لو كان التساقط ده غزير كتير؟ هل ممكن يكون بينبئ انه في حاجة تانية عندي محتاجة انها تتعالج؟ وازاي اعرف ان انا عندي تساقط شعر غزير، واتفادى ده ازاي واحله ازاي؟ منتج جميل جايبه لنا دكتورة سارة المهدي، اخصائي العناية بالشعر والبشرة والتغذية العلاجية بمصر والوطن العربي. اهلا بك يا دكتور سارة. اهلا وسهلا، ازيك؟ بداية كده نحدد ازاي ان انا شعري بيقع كتير. هو المفروض فعلا زي ما حضرتك قلت ان فعلا في نورمال هير لوس اللي هو العادي الطبيعي، وده بيبقى تقريبا من 60 ل 90 شعرايه في اليوم. فوق ده في انديكيشن كده فيزيكال، المريض او البنت او المامي او الولد، وبالذات في فتره المراهقه، لان بيبقى فيه افرازات دهون، فيه هرمونات، فيه تغيير فيسيولوجي للجسم، فلازم اكون واخده بالي من التغييرات اللي على جسمي، سواء بقى الشعر، البشره، الضوافر، البقع اللي في الجلد. كل دي انديكيشنز ان انا عندي حاله مرضيه نتيجه نقص فيتامين معين. تمام. تساقط الشعر الغزير لما الاقي ان هو بيقع بطوله من غير ما تلمسيه، وده انا كتير بسمعه من بيشنت كتير، انا بشد شعري بتنزل الخصله كامله، بقوم من على المخده بلاقي الشعر متساقط من غير ما تيجي جنبه. التساقط بيبقى طول اليوم غزير، ديورينج الشاور في شعر بيتساقط كتير جدا، بيبان في البانيو، بيبان في الشاور. الولاد بالذات في ان هم بييجوا يعملوا الجل، ما بيحطوا الجل، ودي طبعا حاجه سلبيه وما ينفعش ان احنا نعملها، لان ده كيميكال انجريدينتس بتقصف وبتاثر عمر الشعرايه وبصيله الشعر، وده بيبقى سبب رئيسي للالوبيشيا اللي هو الصلع الوراثي. الصلع الوراثي وتساقط الشعر والفراغات. وللاسف بقى الصلع الوراثي وتساقط الشعر بيهاجم كل الفئه العمريه، سواء بنات ولاد. يعني كنا زمان نقول الولاد بنوته كده كير على شعرها، مش بيبان قوي عندها فراغات وصلع وراثي، لكن للاسف نسبه السيدات وظهور الصلع الوراثي وفراغات الشعر وتساقط الشعر كبرت جدا. طيب عظيم. لما نلاحظ كل ده يا دكتور، ايه الخطوات اللي بتنصحي بيها دايما؟ نبدا بايه كده واحده واحده لحد ما نوصل للعلاج؟ طيب احنا تساقط الشعر اسبابه الاول هي كتير جدا، ونفسي الناس كلها كبيشنت يبقوا فاهمين ان تساقط الشعر ده مرض، ان هو في علم الدرماتولوجي اسمه هير لوس ديزيز، زيه زي اي مرض بيهاجم الجسم، فلازم نهتم بيه كانه حاله مرضيه. انا ما ينفعش اسمع فلانه جربت خلطه ما اعرفش ايه فجربها على شعري، يعني ما تضيعيش وقتك، ما تهدريش كمان فلوسك في منتجات مجهوله المصدر غير مرخصه، ودي اهم حاجه عشان الكيميكال انجريدينت السلفات والكلورايد والبارابنز كل ده بيضر الشعر وكمان بيأثر عمر الشعر. فالهير لوس ديزيز ليه اسباب كتير، ممكن يكون نقص السيرم في الريتين اللي هو نقص الحديد في الدم. ممكن يكون في ديستربنس اوف ثايرويد جلاند سيكريشن، يعني ايه؟ يعني حاجه اسمها الهايبوثايرويديزم، هي اضطرابات الغده الدرقيه ونقص افراز هرمون الثيروكسين، وده بيأثر في الميتابوليك ريت، في الميتابوليزم، في ثبات الوزن، في الحرق، في النشاط، الجسم بيبقى على طول فيه خمول، بيبقى كمان بيأثر على وجود الهالات السوداء. الثيرويد جلاند او الغده الدرقيه دي مهمه جدا طبعا، بيسبب تساقط الشعر. ممكن كمان يكون نقص فيتامين د، اللي كلنا عندنا نقص فيتامين د، لان بعد سن ال 20 فيتامين د ما اقدرش اخده في خضار وفاكهه بس، لازم اخده سبلمنت، لازم يكون عندي منتج سواء جامز او تابلت يكون فيه الفيتامين د. فيتامين د اللي هو فيتامين دي 3 مهم جدا لامتصاص الكالسيوم كمان في العظم، وده دليل على ان دايما السيدات بعد سن ال 40 بيتعرضوا او بعد المينوبوز بيتعرضوا لهشاشه العظام، لان عدم اهتمامها بفيتامين د اثر على امتصاص الابزوربشن اوف كالسيوم ان بونز، فبالتالي امتصاص الكالسيوم ما كانش طبيعي. يعني احنا المفروض نعمل تحاليل نعرف الحاجات دي الاول كده بالظبط. طيب نعمل سي بي سي، سيرم في الريتين، تمام، فيتامين دي، ثايرويد جلاند هرمونز اللي هو التي 3 والتي 4. عظيم. طيب الحل بقى، الحل جايبه لنا ايه النهارده؟ قولي لي. بصي بقى، انا قلت نقص فيتامين د ونقص حديد ونقص احماض امينيه ونقص بروتينات،
انا عايزه ابسطها للناس عشان ما يحسوش ان الكلام ميديكال قوي وصعب. الشعرايه اندر مايكروسكوب حللوها لقوها انها بتتكون من بروتينات واحماض امينيه. ولقوا ان في الطبقه الثانيه من الجلد اللي هي الدرمس بصيله الشعر اللي هي الهير فوليكل. طب بصيله الشعر دي بتتغذى ازاي؟ من خلال البلاد سبلاي، من خلال الدوره الدمويه واللي باكله بقى واللي بشربه والفيتامينات اللي باخدها. فلقينا عده عوامل بتاثر في عمر الشعرايه. فيتامينات د، فيتامين بي كومبلكس وده مهم كمان للاعصاب زي B12 B6 B3 وكمان فيتامين B5 اللي هو ماده البايتين. ذا ماجيك اوف هير، ده فعلا سحر الشعرايه، ده مهم جدا فيتامين B5. وندخل بقى كمان على المعادن اللي هي المينرالز زي الحديد والزنك، مهمين جدا يكونوا في طبق الخضار بتاعنا في الاكل او في الفيتامين السبلمنت اللي انا هاخدها. كمان الاحماض الامينيه اللي اهو بتدخل في تكوين الهير شافت الشعرايه بعد ما طلعت من سطح الجلد زي السيستين، اللايسين، الميثيونين، الارجينين. تخيلي كل ده لو انا جمعت الاكل، لازم اكل سي فود عشان يبقى فيه الاوميجا 3 و6 و9، لازم اكل بروتينات ولحمه بمقدار معين عشان يكون فيها الاحماض الامينيه، لازم اكل خضار كل انواع الخضار والفاكهه. وده طبعا مش هيحصل بالظبط. فده جمعناه في منتج سو كير الجامز او سو هير بروتين الجامز والكولاجين والبيوتين الأراضي. يعني تخيلي بقى، انا قلت لك ابعدي بقى عن كل الفيتامينات اللي احنا عمالين ناخدها، تسريحتك قد ايه؟ عليها كام منتج وكام علبه فيتامين؟ وبتبقي انت كمان عندك حاله من انا كل يوم هاخد الفيتامينز دي، وساعات بتيجي بيجي لك ديبرشن كده مش ههتم بحاجه. لكن لما يبقى منتج او اتنين، اولا انت بتوفري كميه من الفلوس ضخمه جدا، بتهدري فلوس كتير في عدد المنتجات موجود في منتج واحد بس الجامز. بلس بقى ده تكنولوجي جديده اول مره تكون في السوق المصري، جامز بونبونيه جميله. ايوه تخيلي بقى بونبونيه مدعمه بالفيتامين عشان الكرونيك ديزيز. مين الكرونيك ديزيز بيشنت؟ اللي عندهم هايبرتنشن، اللي عندهم الضغط، اللي عندهم مرض السكر الدايابيتك بيشنت. طبعا بياخدوا دول كورسات من الادويه لعلاج الامراض المزمنه كبيره جدا، فانا ما ينفعش اجي احمل على جدار المعده واجي اقول لهم لا احنا كمان هناخد تابلتس ثانيه واقراص تعمل لكم مشاكل اكتر من المشاكل اللي انتوا فيها. لا، الجامز اثبت ان هو ما بيأثرش على جدار المعده، ما يعملش تقرحات، ما يعملش سايد افكت ولا اثار جانبيه، غير ان امتصاصه اعلى من امتصاص الاقراص والكبسول، لان ثرو ذا باكل كافيتي، من خلال الباكل كافيتي. لا انت بتاخدي البونبونيه بتمصيها وخلاص. فانت تخيلي كم الفيتامينات اللي انا قلتها، فيتامين A و C و E والحديد والزنك والاحماض الامينيه والبروتينات والكيراتين وكمان ماده البايتين اللي هو B5 في 1 جامي، سعرها يكاد ان يكون اقل من وجبه انت هتاخدي فيها كل الفيتامينات دي. احنا كده بنتكلم في كم فيتامين في الواحده الجامي؟ لا فيها 7 فيتامينات، 7 واربع احماض امينيه وفيها كمان البايتين وفيها فيتامين A و C و E. طيب انا كده العد طلع ده غير انه مرخص من هيئه وسلامه الغذاء. صحيح. إيه؟ طيب احنا يعني هناخد حاله جربت سوكر. ياسمين، اهلا بيكي ياسمين. ايوه مع حضرتك. ازيك ياسمين؟ قولي لي. الحمد لله، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله حبيبتي. ازيك يا استاذه ولاء؟ الحمد لله. دكتوره ايه الاخبار؟ ازيك ياسمين؟ الحمد لله. انت كنت بتعاني من ايه يا ياسمين وجربتي السوكر؟ كان عندي تساقط في الشعر شديد جدا لدرجه ان انا كنت بقوم كل يوم الاقيه على المخده، وكان في تساقط فظيع وفراغات. بعدين تواصلت معاكي على الواتساب بتاعك ورشحتي لي فيتامين الجامز، قلت لك مشكلتي ورشحتي لي فيتامين الجامز. وبصراحة من أول 15 يوم باخده والنتيجة بانت، وفي فرق كبير قوي. حسيتي بالفرق ازاي ياسمين؟ يعني قولي لنا كده. حسيت بالفرق وأنا بسرح، شعري مش التساقط المعتاد. غير كده كمان وأنا على المخدة ما بقاش شعري يتساقط زي الأول، فالنتيجة بتاعته حلوة قوي. كنت بتاخدي الجامز؟ كل ده حصل في وقت قليل قوي. أنت قلتي 15 يوم الجامز، وإيه تاني قلتي؟ الجامز وسنتر بيتا. الأقراص، بايتين الأقراص. هنتكلم عنها دي برضو. احنا كانت حلوة قوي. احنا بنشكرك يا ياسمين. انا اللي بشكر دكتور سارة جدا والله. ميرسي، ربنا يخليك يا ياسمين. طيب دكتور سارة، احنا عايزين نعرف، كملي بقيه الباكج. انا عايزه اقول لك عشان ياسمين، انا عامله زي كده مسابقه على الفيسبوك من صفحه دكتور سارة المهدي، قلت كل البنات اللي هو عائله سوكير فارما اللي استخدموا البرودكتس وفرق معاهم جدا وعايزين يفيدوا بنات كتير ويقولوا ريفيو، كل واحده تورينا الريفيو بتاعها، اخدت عبوات ايه، اخدت منتجات ايه، اللي خدت الجامز، اللي خدت الاقراص، حتى ايفن منتجات البشره، تقول لنا كانت مشكلتها ايه واتحسنت بقد ايه، وتصور فيديو عندها. هنطلع لها كورس فري
فعلا. اي عشان كده البنات بتتصل كتير وبيصوروا لنا فيديوز كتير. طيب ده جميل طبعا للتشجيع. احنا قلنا في الجامز, في ايه تاني؟ وفي الاقراص, وفي كمان جامز الكولاجين. يعني في اتنين جامز؟ في اتنين جامز, واحد تابلت صح كده؟ واحد تابلت. اه ده المجموعة على بعضيها دي مجموعة. طيب هل الباكج دي بتكتبوها لكل البنات ولا لا؟ على حسب كل حالة. ما انا عايز اعرف. اه يعني احنا الكولاجين في حالات مرضية طبعا حضرتك قادرة انت بيجيلك مشاكل كتير, الغضاريف وخشونة الركبة ومشاكل المفاصل, لازم علاج ليها الكولاجين. دكاترة العظم كلها لما بتيجي تكتب بريسكريبشن بيدوهم مسكنات وبيدوهم جل وسبراي وكريمز يرشوها, وكان لازم بيكتبولهم كولاجين سواء بقى تابلس او 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 جامز. فمهم جدا الكولاجين لان هو اللي بيعيد تاني تكوين السائل الغضروفي اللي بين المفاصل بين الجوينتس. فلو حد عنده مشاكل, دايما بيجي لنا الناس الكبيره في السن او الناس الاوبيز اللي عندهم زياده في الوزن بيبقى عندهم مشاكل في خشونه الركبه والمفاصل والتهاب المفاصل, فلازم نديهم كولاجين جامز. بلس كمان الكولاجين مهم جدا للشعر والبشره. صحيح صحيح للاثنين. أيوه. لان 20% من تكوين الشعرايه هو الكولاجين. واكتشفوا كمان ان اللي المسؤول او العنصر الاساسي المسؤول عن ترطيب الشعرايه واللي بيديها طراوه, عارفه البنات بيقعدوا يقولوا لي ايه, عايزه شعري كده يكون طري وصحي, الكولاجين من خلال الدم. ده غير طبعا الشامبو بقى والعنايه الخارجيه والسيرم وان انا اقعد اعمل ترطيب على طول للشعرايه, وده برده موجود لان سوكر بتغطي كل الاهتمام بالشعر والبشره. في شامبو سوكر الخالي من السلفات والكلورايد. حلو. وفي ماده الكافيين, يعني ماده الكافيين دي بتعيد تاني البلاد سيركيوليشن, بتعمل تنشيط للدوره الدمويه فبتفوق معايا بصيله الشعر. وكمان في الاوميجا 3 و6 و9, وفي بقى الكيراتين والكولاجين هيدرولايزد. يعني في بنات كتير موهومه بماده الكيراتين, انا عايزه كيراتين 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 للشعر. فبتعيد تاني تكوين بروتينات الشعر وبتصلح الشعر التالفه المقصفه. بلس كمان ان في السيرم اللي بيتحط على الشعر الجاف او المبلول ساعدهم في التسريح مشاكل المامي. واحنا في المدارس البنت مش راضيه تسيب لها شعرها عشان تسرح هيشان كتير, فبتضطر انها تعمل لها هير توتوريال تبوظ شعرها. تفضل تشد شعر بنتها لورا, تحط توك كتير واساتك عشان تفضل مثبته الهيشان, ودي عاده غلط. انت بتقصفي الشعرايه, بتقصري عمر الشعرايه, بتعرضي بنتك لتساقط شعر لما تكبر. بعد كده لما تكبر يبقى عندها فراغات, عندها صلع وراثي, لان نص الجيل بقى عنده صلع وراثي بسبب المامز وعلاج الهيشان. تستبدله بشامبو وسكر وسيرم سكر. طيب ده انتوا يعني مش سايبين حاجه للصدفه يا دكتور, يعني كل حاجه. طيب احنا هنطلع دلوقتي تقرير ونرجع مره تانية مع دكتوره ساره المهدي, خليكم معانا. انا اسمي زويه, انا حقيقي شعري متدمر, تساقط كل شويه بيقع مجرد ما اسلكه او اسرح شعري بلاقي كميه كبيره في ايدي, وجبت كذا منتج من كذا براند وما عملوش معي اي حاجة لحد ما دخلت كلمت دكتورة سارة على الانستجرام, ودتني منتجين حلوين جدا, كان جامز سهير وبيوتين سنتر فيتا, وجد عملوا معي مفعول جميل جدا وفي وقت قليل خالص حوالي 10 ايام, وحسيت ان شعري بدأ يتقل ومحسيتش باي مشاكل معاها, وانا يعني افضل مكملة على المنتج دول ومش هسيبه لانه بجد فرق معايا جدا. طريقة استخدامه سهلة جدا, مرتين في اليوم, مرة الصبح ومرة بالليل بعد الاكل, وبجد طعمه زي البونبوني وجميل جدا. ولسه مكملين معاكم مع دكتورة سارة المهدي, اخصائية العناية بالشعر والبشرة والتغذية العلاجية في مصر. فعلا يا دكتور, يعني هل الجامز ممكن انها تعمل الاختلاف والتاثير ده كله؟ انا عايز اقول لك ان الفيدباك ده, يعني انا دايما بقول اكوردنجلي اللي احنا درسناه وتعلمناه, ان اللايف سايكل بتاعه الهير فوليكل اللي هي دوره حياه الشعرايه دايما من 3 ل 6 شهور, هي 120 يوم. فطبيعي ان التحسن بيبقى من خلال 3 ل 6 شهور, لان ده كورس ثابت لازم ان انا اخده. بس انا البنات بتجيلي الفيدباك كلهم, مفيش حد قال لي ان من اول اسبوع يا دكتور احنا خدنا بالنا التساقط قل, الطول والكثافه لدرجه انا في بنات بيمسكوا لي المازوره, يعني يا دكتور كم سنتي في الشهر؟ اقول لها على حسب طبيعه جسمك, طبيعي انا شعري يطول اسرع منك, انا معوده الهير فوليكل بتاعتي على طول شعري مثلا معين, فانت شعرك ممكن يكون عاجز. البنات اللي بتقص شعرها على طول, اللي بتصبغ شعرها, اللي عامله جلسات فرد, اكيد شعرها مش هيطول بنفس السرعه بتاعتك, بس كلهم بيطول فبيبقوا عادلي بالمزوره. فعلا الجامز اثبت براءه اختراع للفيتامينات في بونبونيه. انا لغايه دلوقتي بتجيلي ريفيوز بقول الحمد لله ان احنا وصلنا للنتائج الهائله دي.
عظيم. هل بقى في عروض كده مخصوصه لينا احنا هنا؟ طبعا طبعا طبعا. برنامج العياده ليك يعني عايزه اقول لك عروض حصري وخصومات حصريه. طبعا بلس البنات اللي اخذت البرودكتس, عيله سكر فارما اللي اخذوا البرودكتس وجربوها لما يبعتوا لنا ريفيوهات على صفحه الدكتور ساره المهدي, بياخدوا الكورس فور فري هديه لان هم يصوروا لي فيديو بيقولوا قبل كانوا بيعانوا من ايه وبعد ما استخدموا الكورس الانقاذ سواء الشعر او البشره وصلوا لانهي نتيجه وهم مرضيين بنسبه قد ايه. الكورس النهارده او الخصومات النهارده خصومات على كورس الانقاذ, بنطلع برودكتس هديه غير الخصومات, ده غير ان احنا كمان يعني كورس البشره والشعر دايما بنبقى عاملين متابعه مجانيه. يعني في بنات بتبقى عامله التحاليل بتبعتها لي على الواتساب, بتبعتها لي على الصفحه دكتور ساره او صفحه سوكير فارما, انا بتابع بنفسي يعني حتى ايفن الارقام التليفونات الموجوده على الشاشه لما بيكلموني ساعات بيقولوا هو حضرتك فعلا دكتور ساره, فانا بكتب ابعت لها فويس ريكورد اقول لها ايوه انا برد عليك حد يعني عندي وقت محدد في اليوم ايا كان عدد الرسائل برد على الحاله المرضيه, بيبعتوا لي نتائج التحاليل بيقولوا لي طب انا عندي كده انيميا بقول لها المفروض تتوجه ليه. في بنات بيبقى عندهم حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز اللي هو مرض مناعي بيهاجم بصيله الشعر فبتتعرض لتساقط شديد فيقول لها لازم تتجه لدكتور امراض الدم, وبوجهها واقول لها احنا هنمشي بعلاج الشعر والبشره مع دكتور امراض الدم. في بنات كتير اكتشفت معايا اكياس دهنيه على المبايض, لخبطه في الهرمونات, واحده عندها خمول في الغده الدرقيه, بيكتشفوا حالاتهم المرضيه من خلال متابعتهم من خلال ارقام الواتساب او من على صفحه الفيسبوك. احنا بنشكرك يا دكتور والموضوع محتاج اعداد كتير بعد كده ان شاء الله. دكتور ساره المهدي اخصائي العنايه بالبشره والشعر والتغذيه العلاجيه في مصر والوطن العربي, يا رب نكون فدناكم في فقرتنا دي, دايما خليكم معانا في العياده على قناه الحياه. احنا دلوقتي عندنا فقرة مهمة جدا, العلاقة بين مناعة الجسم والسمنة. احنا عارفين ان السمنة بتسبب متاعب غير عادية صحية, بس كمان هل ليها تأثير مع المناعة بتاعت الجسم؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتي الأستاذة آية السبيتان أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة. الاثنين اهلا بيك يا آية. اهلا بحضرتك, عاملة ايه؟ ازيك انت؟ تمام الحمد لله. يلا كلمينا بقى, ولا تحب اسالك من البدايه كده على طول؟ لا خلينا بس نقول حاجه بسيطه قوي دايما في قصه المناعه والتغذيه. المناعه دي بتاعتي هي الجيش, هي الجيش اللي بيحمي الجسم. هل الجيش هيشتغل من غير ما اديله اكل وفلوس؟ لا طبعا طبعا. فانا لازم الجسم كله ادخل له حاجات مغذيه جدا, حاجات مفيده عشان يقدر يشتغل. فلازم المناعه دي اقويها داخليا ان انا اكل كويس جدا, اكل المفيد مش اللي هو اكل اي اكل, المفيد والمغذي عشان جهاز المناعة يقدر يقوم بدوره. إذا في حاجات معينة بتقوي جهاز المناعة؟ طبعا الخضار والفاكهة ومضادات الأكسدة والبروتين. عشان كده أي حد هيجيله دور برد يقولك إيه اقعد في السرير يومين وكل كويس. من كلمة كل كويس دي إن هو كل مغذي. طيب كل مغذي وكل قد إيه؟ ربنا قال كل واشربه ولا تسرف. أنا ما عنديش مشكلة, النهاردة أنا أصلا جايبة لكم الحل إن أنتوا هتقدروا تاكلوا وتخسوا وكمان من غير أي مجهود أو من غير أي مجهود تبذله. لا انت هتخس, بمعنى ان انا ممكن اكل كل نفسي فيه, كل نفسي فيه فعلا هقدر اكله بدون اي قائمه ممنوعات, بس هنبتدي ناخد منها كميات قليله, بمعنى ان انا هقدر اخد الاحتياجات اللي جسمي محتاجها. والنهارده كورس جو هيقدر يقدم لنا ان هو يخلي كميات الاكل اللي انا محتاجها او ان انا عايزه اكلها تبقى اقل. طب ده كويس قوي. يعني اذا حضرتك بتقدم لنا منتج وضروري معتمد من وزارة الصحة؟ أكيد أكيد, دي أهم حاجة بتميزنا, بتميزكم أنكم معتمدين من وزارة الصحة, عشان ده مهم جدا. الناس ما بتثقش دلوقتي من كتر الحاجات اللي بتطلع على السوشيال ميديا وعلى الحاجات دي وإعلانات ومش عارفة الكبسولة اللي بدل العملية وحاجات غريبة كده. فإذا كورس جو بيخلي المريض السمنة, وانا بحب دايما اقول مريض السمنة لان لازم نعترف ان السمنة مرض ما هياش حاجة تانية. مريض السمنة يقدر ياكل اللي هو عايزه بس كميات قليلة. تمام بالظبط. ومتهيألي على عدد من فترات اليوم اكتر, يعني مثلا بدل ما افطار غدا عشاء يبقى اكل 5-6 مرات مثلا. ما النهارده حاجة كده احنا النهارده حلينا القصة دي كلها مع جو. جو هيخليهم يقدروا ياكلوا كل نفسهم فيه
بس بكميات قليله، لان انا عندي منتج زي السيليوم او خلاصه زي السيليوم والجارسينيا والجرين كوفي والجرين تي وكمان القرفه الاندلسيه، وكمان عندي حاجه زي الشمر وعندي الشطه كل الحاجات دي بتخلي الجسم يعمل محرقه داخليه، بيخلي الجسم زي اكنك جيم شغال جوه طول الوقت عمال يحرق. مش بس كده، ده هو بيحرق الدهون القديمه والدهون الجديده، بمعنى يعني الدهون المتخزنه في الجسم زي الدهون الموضعيه الموجوده في البطن او في الارداف او في الذراعين، لا هو بيبتدي يخليها تحرق وبيبتدي يخلي شكل الجسم بيتغير. وكمان الدهون اللي بيبتدي يكتسبها من الاكلات اللي بياكلها اليوميه او من الوجبات اليوميه، لا ده احنا كمان بنقلل امتصاص الدهون الموجوده في الوجبات دي من خلال الجرين كوفي والجرين تي الموجودين عندنا، بيخلي امتصاص الدهون يبقى قليل جدا. كمان عندنا مفاجاه في الكورس ده. عظيم عظيم. قبل المفاجاه انت قلتي لي مكونات كتير قوي وعملتي ستريس على الجرين كوفي والجرين تي، ايه المكونات التانية وكلمينا عن كل مكون فايدته ايه؟ احنا عندنا احنا في وحدين في مصر كان في حاجه دلوقتي ترند اللي هو ماده الكلوروفيل. اوكي. دي ترند اول ايام دي شغاله للبشره وللشعر وكمان للجسم، كمان مضادات اكسده عاليه جدا للمناعه. انا عندي زي ما الدم هو المكون الاساسي للجسم الانسان، انا عندي كلوروفيل دوت اهم ماده بالنسبه للنبات، هي اللي بيعمل عمليه التنسيق الضوئي بتدي تغذيه، فبتخلي الخليه دايما في تجديد. فلو احنا بنتكلم على المناعه يبقى احنا بنتكلم على ماده الكلوروفيل، واحنا الوحيدين في مصر اللي عندنا في كورس جو ماده الكلوروفيل. فانا عندي مضاد اكسده عالي جدا وكمان واش للاستومك للمعده رهيب، يعني اي حد عندي فيه مشاكل في القولون، مشاكل في الهضم، عنده مشاكل في الامساك، عنده اي مشاكل متعلقه بالجهاز الهضمي، فانا عندي الساحر النهارده الكلوروفيل موجود في كورس جو. ده انا شخصيا هاخد كورس جو، انا جهازي الهضمي قالب عليا. لا هو خطير خطير، وكمان للبشره وللشعر والجلد مضادات الاكسده فيه عاليه قوي. هايل. طيب انت قلتي فيه قشور سيلينيوم، ايه دي تاثيرها بقى؟ قشور السيليوم دي خطيره بقى، في قشور وفي بذور. احنا القشور فايدتها احسن لان هي عباره عن الياف، فالالياف دي هي فوائد كتير جدا للجسم، فيها كالسيوم، فيها زنك، فيها فيتامين اي وبي وسي ودي وبي كومبلكس، وكمان دورها في التخسيس اللي احنا واخدينها في كورس جو ان هي بتخلي الجسم يقعد فترات طويله جدا حاسس بالشبع، فاحنا عاملينها بطريقه ذكيه قوي. وكمان اول حد في مصر، باكد ان احنا اول حد في مصر عاملين التقنيه دي اسمها ماكرو فايبر. كل الناس تقول لك بالون المعده، احنا مش عاملين بالونه واحده، احنا عاملين بالونات صغيره كتير جوه المعده بحيث احس بالشبع، احس بالشبع فتره اطول، وفي نفس الوقت طريقه التخلص منها اسرع وبدون اي مشاكل. طب بنزود معدل حرق الجسم ازاي؟ الميتابوليزم ازاي نزوده يعني؟ معدل الحرق عندي طبعا بيختلف من شخص لتاني حسب الجنس، راجل ولا ست، طفل ولا حد، فانا عندي عوامل كتير جدا بتبتدي تاثر معايا على معدلات الحرق زي مواعيد النوم وهل في مشاكل صحيه اصلا ولا لا. بس احنا النهارده في كورس جو تمام هنقدر نخليهم يعلوا معدل الحرق بمنتجات كلها عشبيه امنه جدا على الصحه بدون اي مشاكل على اصحاب الامراض. طب الناس انا عارفه دايما ان كل كورسات التخسيس بيقولوا لازم ننام في وقت معين ونصحى في وقت معين وكده وما نفوتش ولا وجبه وكل كلام. افرضي حد طريقه شغله ما تسمحلوش انه ينام بدري، هل برضه كورس جو هيفيده؟ عملنا له منتج خطير قوي. ممكن نتكلم الاول على منتجات جو. عندنا جو جرين كوفي اللي هي القهوه الخضراء، خطيره جدا، بناخدها الصبح. انا باخدها الصبح تفتح معايا اليوم، فبتخليني كميه الاكل اللي داخلالي طول اليوم والشهيه بتاعتي قادره اتحكم فيها. وعندي زي ما حضرتك قلتي السيليوم هاسك، او السيليوم ده خطير، قشور السيليوم اللي هي البالونه، باخدها قبل الغداء بنص ساعه، تعمليه بالونه جوه المعده تخلي كميه الاكل داخله اقل، احس بالشبع لفترات طويله. طب بالنسبه بقى للناس اللي بيناموا متاخر او عندهم شغل بالليل او نظامهم متغير، لا عندنا حاجه اسمها جو سليمنج هيربس، دي خطيره، ممكن ناخدها كوجبه عشاء ان هي تسد معايا الجوع جدا، وفي نفس الوقت ممكن اخدها حتى لو انا سهران، بتقلل الكيرفنج بتاع الاكل بتاعي، فبتخلي ما عنديش اصلا شهيه ان انا اكل. طيب عايز اسالك كمان سؤال، هل الكورس مناسب لكل الاعمار؟ يعني احنا قلنا مناسب لكل الناس اللي بتشتغل يومها مقلوب يومها عدل كده، هل لكل الاعمار ولا لازم يبدا مثلا مع عمر معين واي حد يقدر يستخدمه، خصوصا الناس مثلا اللي عندها امراض مزمنه واحنا عارفين في كتير قوي ضغط وسكر على الاقل؟ احنا اهم حاجه عندنا في كورس جو ان هو مرخص من وزاره الصحه المصريه، وكمان عندنا حاجه بتميزنا ما بتميزش حد غيرنا، ان انت هتلاقي المنتج بتاعنا موجود، كورس جو موجود عندي في كبرى الصيدليات في القاهره واسكندريه والمحافظات،
ولو خدوه النهارده من البرنامج فاحنا عاملين خصومات ليه. الكورس عندي امن للاطفال من فوق 12 سنه، كمان الكورس امن لاصحاب الضغط العالي، للامراض المزمنه زي السكر زي القلب، لان احنا معانا فريق طبي يقدر يرد على كل اسئلتهم واستفساراتهم خلال مده الكورس. فانا عندي متابعات مجانيه، بتيجي نتابعهم الوزن والطول، وطول الوقت بتيجي نشتغل على المقاسات بتاعتهم، البطن نزلت قد ايه، الدراع نزل قد ايه. فاحنا ماسكينه من اول يوم لاخر يوم، هي رحله، احنا هنوصل للرحله دي عشان نوصل للهدف بتاعنا ان هم ال10 كيلو في الشهر. طيب ال10 كيلو في الشهر يعني كورس جو بيغطي شهر، يعني باخده شهر بشهر حسب انا عايزه اوصل لوزن ايه، صح؟ انا عاجبني قوي حاجه قلتيها دلوقتي، فكره بنتابع المقاسات دي اهم، لان اغلب الناس متصوره ان الميزان هو الحكم، وده اظن بقى اوبسوليت، يعني خلاص الميزان ده مش مهم، مهم كتلة الجسم والعضلات والمقاييس. يعني ممكن ان انا الفات اللي فيا يتقلب عضلة. احنا عندنا مكونات في الكورس، احنا بقى عندنا مكونات الكورس الاحسن. لو اتكلمنا عن مكونات الكورس، عندي مادة زائدة الكارنتين، دي بتحول لي الدهون لعضلات، وكمان بتخلي الجسم الشيب بتاعه بيتغير معايا بسرعه كويسه جدا. بمعنى ان انا ممكن يبقى هو خاسس في الاسبوع 3 كيلو دهون، بس هو شكلا لما حد يشوفه لا انت خاسس 6 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. انت قلتي لي ان الكورس يعني بيوصل ان الانسان يفقد 10 كيلو من وزنه شهريا، هل ده بيأثر عليه في اي حاجه؟ يعني يدوخ، يعمل كده، يحصل له اي اعراض جانبيه ولا ما فيش؟ عشان احنا من بداية كلامنا لازم قلنا ان احنا لازم نخس بصحة وامان، يعني ان احنا ناكل كل المغذي ونبعد عن كل الحاجات اللي بتزيد الوزن على الفاضي. فاحنا عندنا الكورس بتاعنا، طبعا الفريق الطبي بيبتدي يتابع معاه الوجبات الصحيه اللي المفروض ياخدها، فطار غدا عشاء، فمن هنا بنبتدي نديله احتياجاته حتى لو بكميات قليله من نفس الاصناف اللي هو بيحبها. احنا مش هنقلل له اللي هو نفسه فيه، بس ممكن نقلل يعني الكميات. حد بيحب البسبوسه، ما عنديش مشكله بزبوسة. انا عندي الكورس جبار، يعني اكلت بسبوسه بقى، اكلت كنافه، اكلت اي حاجه. عندي الجارسينيا دي خطيره في تظبيط مستويات السكر في الدم، فمش هخاف من اي حاجه من الحاجات دي. ممكن بقى لو انا نفسي مثلا اخد بسبوسه اي فري ميل في اي وقت، لا انا عندي الساحر بتاعي اللي هو السيليوم هاسك بتاعي اللي هو ايه، الجو فايبر. هاخد الجو فايبر قبل الحاجه اللي نفسي فيها بنص ساعه، مفيش، هتاخدي حته قد كده. بجد بجد. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تبوظ الدايت؟ اول حاجه نبوظ الدايت صحابنا، فنبعد بقى عن الصحاب بتاعه الخروجات وبتاعه العروض بتاعه الاكل، ونبتدي نركز بقى. حضرتك قلتي مريض السمنه وكنتي بتركزي على القصه دي، ما هو انا لو ما عنديش وعي ان انا مريض وان السمنه دي بوابه الامراض، فانا عندي مشكله كبيره جدا. فانا اهم حاجه في رحله الدايت بتاعتي من اول يوم يبقى عندي الصبر وعندي الاراده. ايه بقى اللي ممكن يخليني ان انا مثلا الدايت بتاعي يبوظ؟ ان انا ممكن اخد دايت من حد مش متخصص، او دايت من حد او على الانترنت مع كل يوم جروب بقى مش عارفه مين مسكه مين. حاجات الغريبه دي. فاحنا النهارده في الكورس بتاعنا، لا الكورس بتاعنا بيكلمنا حد يحصل على الكورس، الفريق الطبي يبتدي يتابع معاه يشوف ايه اللي مناسب لحالته، ويبتدي يتارجت له الكورس المناسب ليه. اللي بيبوظ الدايت ان الناس مثلا ممكن تاكل حاجات فيها موالح كتير، فيعمل لها زياده في الوزن او ثبات في الوزن. ممكن يمشي مثلا على الدايت لفتره طويله فيحصل له ثبات في الوزن. ممكن مثلا يعمل خلل، مثلا ياكل بروتين كتير ويقلل نسبة النشويات نهائيا، فيبتدي يحس الأعراض اللي حضرتك قلتي عليها اللي هي الدوخة، الصداع، الكلام ده كله. لا احنا هناكل كل اللي نفسنا فيه بالكميات المسموحة. طيب انت كده أغريتيني جدا بمنتجات جو. أنا عايزة أعرف بقى إزاي نحصل على منتجات جو؟ أرقامنا موجودة على الشاشة، وكمان عندنا صفحة فيسبوك وانستجرام وواتساب. كل الأرقام دي فريق طبي متخصص 24 ساعة يقدر يرد على كل الأسئلة ويقدر يوصل الكورسات. كمان احنا بأكد ان احنا عندنا المتابعة مجانية خلال الواتساب والفيسبوك، وكمان مكالمة تليفونية بنحددها من عندنا بالعميل نشوف الفيدباك بتاعته ايه اللي قدر يوصل له، هل في اي خلل في اي مثلا مواعيد اكل، في تعزم بره معرفش يبوظ اليوم، بنقول له كل الخطوات اللي بتخلي الكورس يجيب الفعالية بتاعته. طيب بقى انت يا فوزت كلامك قلتي ايه؟ ده احنا عندنا عروض النهارده.
عايز اعرف العروض بقى. العروض النهارده احنا طبعا زي ما قلنا الكورس مرخص من وزاره الصحه، موجود في كل الصيدليات، ودي حاجه مش موجوده عند اي حد نهائي ان الكورس بتاعنا موجود في الصيدليه، فاذا هو امن على الصحه. تمام. فالعروض عندنا النهارده 50% لو حد خد كورس الشهر هياخد كورس الشهر الثاني هديه. كمان عندي كورس اللي انا مسميه كورس بقى الماجيك، ده السحري. انا عشان خاطر اظبط اي حاجه في التخسيس او في الصحه او في الجلد، الخزان عندي البطن، فانا عندي الكورس ده هينضف لي القولون، هينضف لي الهضم، هينضف لي المعده تماما، فيخليها تستقبل وتستقبل وتمتص كل الخلاصات الطبيه اللي احنا عاملينها. فانا عندي كورس المعده دوت عليه خصم 30%. وكمان عندي بقى للناس اللي فرحها قرب عندها مشاكل في البشره وعايزه تخس برضو، عندي كورس البشره والشعر عليه خصم 30% اللي هو غني جدا بماده الكلوروفيل. وعندي عرض الصحاب. عرض يعني الصحاب بقى يعني كلنا هنخس، عارف لو كلنا عايزين نخرج ناكل خلاص احنا نجيب الكورس وناخده كلنا. فانا عندي كورس الصحاب لو 4 خدوا الكورس الخامس هيبقى هديه. ممكن الناس اللي عايزه تخس وتوصل لمرحله الثبات ممكن تاخد الكورس ده برضه، هيبقى 4 شهور والخامس هديه. اظن بقى احنا شفنا كده اغراءات جامده جدا. يعني اسوأ حاجه في الدنيا كلنا بنبقى عايزين نخس بس نقول هنبتدي بكره، خلاص هفوت النهارده وابتدي بكره. طب ما نجرب جو ونشوف النتيجه. انا شخصيا لازم هجرب الكورس بتاع المصارين ده، انا كل جهازي الهضمي مشتكي اليومين دول. فعندكم دلوقتي منتج امن معتمد من وزاره الصحه بيتباع في كل الصيدليات، يعني مش هتدوخوا عليه. عندكم متابعه شهريه متابعه يوميه مجانيه. عندكم عروض اظن ملكوش حجه بقى. كمان هنخس من غير ما نحس. كمان هنخس من غير ما نحس. حلوه دي، هناكل كل نفسنا فيه وهنخس مع جوع. اظن الفقره بتاعتنا شرحت لكم كل حاجه عن منتجات جو، ونلتقي في الفقره القادمه ان شاء الله. اهلا بيكم مشاهدينا الكرام وفقره الحق نفسك. وبقينا بنمسك الموبايل لمده طويله وبننسى نفسنا تماما معاه، ومركزين فيه وباصين فيه وشبه مش داريين باللي حوالينا. وسط التطور الهائل للتكنولوجيا ده بقينا طول الوقت قدام اجهزه ذكيه متطوره كفيله انها تسحب تركيزنا تماما. المسكة اللي احنا دايما بنبقى موطيين فيها للموبايل وقلة التركيز اللي ناتج طبعا هنعرف أضراره ايه مع دكتور أحمد صلاح الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني. أهلا بيك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك يا دكتور. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. بداية كده يعني مسكة الموبايل لو هنتكلم أضرارها النفسية ويعني حتى الجسدية علينا. والله هو ده موضوع في غاية الأهمية، لأن هو عمل نقدر نقول مجال جديد في الطب النهارده. المشاكل اللي بيتعرض ليها جسم الإنسان والعمود الفقري من الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية كلها، الموبايلات وغيرها. الفكرة كلها إنه الإنسان لما بيقعد لفترة طويلة موطي رقبته وحاني ظهره لقدام بيحصل تغير في شكل العمود الفقري، تشوه، وبيحصل انحناء وتحدب للأمام. ده بيؤدي الى ان هو بيحصل فرصه انزلاقات غضروفيه اكثر، خشونه في الفقرات، ضغط على الحبل الشوكي والاعصاب، ومشاكل ما كانتش بتظهر في السن الصغير قبل كده بقينا بنشوفها في العشرينات والثلاثينات بسبب الافراط في استخدام الاجهزه الذكيه والقعده في وضع خاطئ لفترات طويله. والموضوع ده هو يعني في دراسات كثيره جدا نشرت في انحاء العالم لدرجه انه التشوه الرقبه اللي بيحصل كانوا بيسموه قبل كده تك نك، نتيجة لأن الناس بتبعت رسائل كتيرة يعني، وبعد كده غيروا الاسم إلى تكنيك التكنولوجيا، الرقبة المحمية إلى الأمام بسبب الإفراط في استخدام الأجهزة التكنولوجية. احنا بنشوف يا دكتور حتى على السوشيال ميديا بيعملوا زي افلام تخيليه وتصوريه ان الاجيال اللي طالعه كلها هتطلع يعني مقوسه محنيه، مش عارفه الى اي مدى ده ممكن يحصل فعلا، وايه الامراض التانيه اللي ممكن تترتب عليه. هو للاسف الشديد احنا بنستخدم الاجهزه استخدام خاطئ. مفروض مثلا انه جهاز زي الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب معدل الاستخدام والواحد بيتحرك، لكنه فاجئ بان الناس بتستخدم الجهاز ده في عمل شغلها كله وتقعد عليه بساعات طويله جدا. مفروض ان الواحد لو شغله هو على الكمبيوتر يستثمر ويجيب بقى جهاز مكتبي بشاشه كبيره بلوحه مفاتيح
بحيث ان هو يقدر قاعد فارغ ظهره قمه الشاشه قدام عينه مريح راسه على مسند للراس، ارتفاع المساند يسمح انه يسند كوعه بحيث ان هو يشتغل بطريقه مرتاحه، انما لما هو يبقى قاعد مأتب ومنحني للامام لست سبع ساعات وتصور ان هو جسمه مش هيتاثر، لا للاسف الشديد ده بيؤثر على جسمه على عموده الفقري وبيعمل له مشاكل بتقلل انتاجيته في الشغل. فده بالنسبه للناس اللي بتشتغل. الفكره كمان الأسوأ في الاطفال بقى والناس اللي هي في مرحله النمو، ده بيؤدي الى تشوهات ثابته بقى في العمود الفقري. يعني سريعا يا دكتور، بما ان حضرتك قلت للاطفال وانا كنت رايحه كده، ليه التكنولوجيا بتسحب التركيز من الاطفال والكبار الحقيقه؟ ليه دايما الناس بتقول كده؟ هقول لحضرتك حاجه، الاطفال واحنا كلنا يعني كامهات وابهات لازم نبقى عارفين ساكتين معلومه. عندنا اول 2000 يوم من حياه الطفل، اول 5 سنين. في اول 5 سنين الطفل بيكتسب الملكات الكثيره جدا اللي بيستخدمها في حياته، بيتعلم الكلام وبيتعلم التواصل وبيتعلم التفاهم وبيتعلم التحليل والاحساس والمشي وكل حاجه. الفكره كلها لما تحطيه قدام مثلا تلفزيون او تحطيه قدام جهاز، الجهاز ده هو بيديله صوره وصوت ما بيتأثرش باللي الطفل بيعمله، الطفل بيتحول الى متلقي، فمهارات الكلام والتواصل بتقل. بيبقى الطفل مرتاح اكتر وان هو يقعد يتلقى بس وما يتكلمش. صح. ولو اتكلم هتلاقي الكلام مش ملون ومفيش فيه عاطفه، هتلاقي الاجيال الجديده العيال بتتكلم بتون واحد كده مفيش فيه اي نوع من التفاعل والاندماج، لان هو متعود عايش في عالم اخر. متلقي. ايوه بالظبط. بالظبط. كمان بقى ان هو السرعه الشديده جدا بتاعه الالعاب والتفاعل السريع جدا ده مش لا ينعكس مع الحياه، بالتالي تبقى ردود افعال الطفل يا اما مبالغ فيها يا اما بطيئه جدا بالمقارنه بالحياه. احنا بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور احمد صلاح الدين استاذ جراحه المخ والاعصاب بكليه طب القصر العيني على كل الايضاحات ديت، ودايما خليكم معانا في العياده.